السلام عليكم. سعر سامسونج جالاكسي الاس 24 السلسلة بالكامل، كشف اسعار الجالاكسي الاس 24 العادي والبلاس وايضا الاس 24 الالترا قبل الاطلاق الرسمي. نحن نعلم بالفعل كيف تبدو هواتف الجالاكسي الاس 24 واس 24 بلاس والاس 24 الترا، وما في الميزات وما هي الميزات التي ستأتي بها. كما نعلم ايضا متى تخطط الشركة الكورية سامسونج لاطلاق هواتفها الذكية المتطورة القادمة. الآن تم تسريب أسعار الجالاكسي الاس 24، مما يكشف أن الجالاكسي الاس 24 العادي والاس 24 بلس سيكونان أرخص قليلا من نفس هواتف سلسلة الاس 23، في حين أن الجالاكسي الاس 24 ألترا سيكون أكثر تكلفة من الجالاكسي الاس 23 ألترا. الكشف عن أسعار الجالاكسي الاس 24، وفقا للتقرير فإن سعر سامسونج جالاكسي اس 24 العادي سيبدأ من 899 يورو لنسخة 128 جيجا بايت، بينما سيبلغ سعر نسخة 256 جيجا بايت 959 يورو، وسيبلغ سعر سامسونج جالاكسي الاس 24 بلس 1149 يورو و 1269 يورو لإصدارات 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت على التوالي. يقال إن سعر سامسونج جالاكسي الاس 24 ألترا يبلغ 1449 يورو لإصدار 256 جيجا بايت و 1569 يورو لإصدار 512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت. سيكون هناك أيضا إصدار بسعة 1 تيرا بايت من الهاتف كما ذكرت، لكن لم يتم الكشف عن سعره بعد. ربما سيكون أغلى بكثير من 1569 يورو، ربما يصل إلى 1600 يورو. بالمقارنة كان سعر الجالاكسي الاس 23 يبدأ من 949 يورو في أوروبا، بينما بدأ سعر الجالاكسي الاس 23 بلس عند 1199 يورو، وكان سعر هاتف الجالاكسي الاس 23 ألترا هو 1399 يورو لنسخة الهاتف بسعة 256 جيجا بايت عند إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. وبطبيعة الحال قد تختلف الأسعار قليلا بسبب اختلاف الضرائب في بلدان مختلفة في أوروبا، ومع ذلك فإن جوهر هذا التسريب هو أن سامسونج جالاكسي اس 24 وجالاكسي اس 24 بلس سيكونان أرخص قليلا من نفس هواتف سلسلة الاس 23، في حين أن سامسونج جالاكسي اس 24 ألترا سيكون أغلى من سابقه. سوف نعيد مرة أخرى أعزائي الكرام الأسعار هنا عند نهاية الفيديو. سامسونج جالاكسي الاس 24 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 899 يورو، سامسونج جالاكسي الاس 24 بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 959 يورو، سامسونج جالاكسي اس 24 بلس بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1149 يورو، سامسونج جالاكسي الاس 24 بلس سوف يأتي أيضا بسعة تخزين 512 بسعر 1269 يورو، سامسونج جالاكسي الـ 24 الاس 24 ألترا بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1449 يورو، سامسونج جالاكسي الاس 24 ألترا بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1569 يورو. من الممكن أن تكون الأسعار في السوق الأمريكي أقل، لكننا سنتعرف على الصورة الكاملة بعد الإعلان إن شاء الله الرسمي عن الهواتف. ما رأيكم بهذه الأسعار؟ وهل أنت ممن كان يخطط لشراء هاتف من هذه الهواتف؟ ما هو الهاتف الذي تريد؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.